وذكر الله يا عباد الله عصمة من كل شر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من الأذكار التي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. يقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ذلك من الأذكار التي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بك أن أقتال من تحتي. كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، قال العلماء: كفتاه من كل شر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال له: قل. قال خبيب: فلم أقل شيئا. ثم قال له: قل. قال: فلم أقل شيئا ثلاث مرات. ثم قال رضي الله عنه: ما أقول. قال صلى الله عليه وسلم: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال هذا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في آية الكرسي: من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان رضي الله عنه: ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث خولة رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه يا عباد الله الأوراد الشرعية والأسباب المرعية التي ينبغي أن يتحصن بها المسلم في جميع أوقاته، ومن توكل على الله وبذل الأسباب الشرعية وقاه الله جل وعلا من كل شر. أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقي جميع المسلمين من كل شر. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.